هل عودة أهالي الجنوب إلى ديارهم تعني نهاية الحرب؟ وهل طلب الاحتلال من المستوطنين العودة؟ حمد الله على السلامة، هكذا استقبل الجنوبيون بعضهم البعض عند لقائهم في بلداتهم، فما إن دخلت الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ حتى بدأ أبناء الشريط الحدودي بالعودة إلى قراهم التي شهدت قصفاً عنيفاً خلف أضراراً في الممتلكات والمزروعات. 48 يوماً مرت على بدء العمليات العسكرية دفعت أهالي الجنوب إلى النزوح نحو مناطق أكثر أمناً، وعند سؤالهم أكد الجنوبيون أنهم لم ينزحوا بل أعطوا الحرية للمقاومة للعمل بأريحية. الحمد لله أنه نحن نترك بيوتنا، مش معناته نزحنا، نحن نترك مفاتيحنا مع المقاومة، منريحهم، ما بيحكلوا همنا. نحن اللي طلع من البلد هو طلع طوعاً لحتى يكون ما يكون عبء على المقاومين. لما راحت العالم ما اسمها العالم انها ظهرت وناسحة، ابدا ابدا، هني خلوا المكان ليعطوا مجال، اني خلقاني هون وبعدني هون ورح ابقى هون. على المقلب الاخر بدت المستوطنات الاسرائيلية والتي تحولت الى ثكنات عسكرية خالية من السكان بسبب الوضع الامني، وبحسب صحيفة معاريف العبرية فإن حكومة الكيان مددت هذا الأسبوع ولمدة شهر عملية إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين الذين يعيشون على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات من الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن المستوطن الذي غادر منزله في الشمال عند الحدود مع لبنان لا يعرف متى سيتمكن من العودة إليه. الكاتب والمحلل السياسي صادق مقدم أشار في حديث لقناة الجديد إلى أن عودة الجنوبيين إلى قراهم غير مرتبطة بتمديد الهدنة. يتمسك هؤلاء اللبنانيين، تمسك الجنوبيين بأراضيهم، ببيوتهم، بأرزاقهم، رغم المخاطر الذي يفرضه العدو الإسرائيلي عليهم. والنقطة الثانية متمثلة أيضا بأن هؤلاء اللبنانيين لديهم كامل الثقة بأن المقاومة في لبنان قادرة على فرض معادلة ردع تحميهم، تحمي أراضيهم، تحمي بيوتهم وتحمي أرزاقهم. أما فيما يخص عودة المستوطنين فقد أشار مقدم إلى أن عودة المستوطنين مستبعدة في حال فشل الهدنة وعودة الأعمال العسكرية. بقى المستوطنين سيكونوا أيضا بخطر ويكونوا عرضة للاستهداف من قبل المقاومة في لبنان، وبالتالي لا أعتقد بأن العدو الإسرائيلي سيعطي الإذن لهؤلاء المستوطنين لكي يعودوا على المستوطنات، سواء كان داخل أو في محيط الجنوب اللبناني أو سواء كان في محيط غلاف غزة أيضا، لأن كلا الأمرين مرتبطين ببعضهما البعض.